السؤال الثاني. السؤال الثاني، اختي عندها شويه ذهب. نعم. وانا عندي ذهب، بس هي ما تقدر على الزكاه، فانا قلت لها بلم ذهبي على ذهبك وانا ازكيهم، هل يجوز لي اني ازكي عني وعنها ولا لا؟ طيب، جزاكم الله الجنه طيب. والديك وجميع المسلمين يا شيخ. شكرا. تقول بأن لها ذهب وأختها عندها ذهب وتريد أن تضم الذهبين بعضهم مع بعض ويخرجان الزكاة. نعم، بالنسبة لزكاة الذهب، يشترط في الذهب حتى تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصابا، وهو 85 غرام بالوزن الحديث. إذا بلغ الذهب 85 غرام فيجب عند ذلك إخراج الزكاة. أما إذا كان دون هذا القدر فإنه لا زكاة فيه. وعليه، فإذا كان ذهب أختك، لأن السائلة ذكرت أنه شوي قليل، إذا كان ذهب أختك قليلا فلا تجب عليها الزكاة، فلا حاجة إلى أن تضميه إلى ذهبك. وإذا كان أيضا ذهبك لا يبلغ هذا القدر 85 غرام فإنه لا زكاة في ذهبك. لكن لو كان النصاب يكتمل بالضم ذهبك مع ذهب أختك، فهنا أيضا لا تجب الزكاة، لأن النظر إلى كل ذهب على وجه الاستقلال. فإذا كان ذهب أختك نصابا وذهبك نصابا وضميت هذا مع ذاك وزكيت الجميع فلا حرج، ويكون هذا من قبيل الإحسان إلى أختك.